صباح الخير يا مغرب، مرحبا بكم معنا في المكنتو على شدا فهم. احنا معكم حتى التسع ديال الصباح على رقمنا 0522 36 05 36. هذا الصباح كنتكلموا معكم على ازمه كليه الطب والصيدله، فين غاديه فايكم نهار الجمعه مقاطعه امتحانات ديال كليه الطب بنسبه 85%، نهار السبت مسيره ووقفه احتجاجيه امام البرلمان للطلبه والاسر ديالهم، ومنذ يوم السبت الى الان مفاوضات ساريه ما بين الطلبه او ممثلي الطلبه ووسيط المملكه، ولحد اللحظه مازال ما خرجوش بصيغه نهائيه للمقترحات ديال تدويب الخلاف، لانه في كل مره طلبه كيطلبوا توضيحات او تفسيرات ولا مطالب في الوسيط في نهايه المطاف، ووسيط كيرجع للوزاره للاستفسار حول هذه النقاط، وعاد باش كيرجع للطلبه باش انهم ياخذوا واحد المحضر مفصل اللي يتقاسموا مع الطلبه في نهايه المطاف يصوتوا عليه. ممكن ايضا هذا الصباح تفاعلوا معنا وتعطيونا رايكم في طوندونس ويب اللي تكلم لنا عليه مراد هذا الصباح، الاسعار المرتفعه ديال بعض الادويه في المغرب، والادويه اللي ممكن ما متوفرش ايضا في المغرب وكيحتاجوها مغاربه كثير، فامراض مزمنه وخطيره احيانا. مرحبا بكم معنا في المكنتو على شدا فهم 0522 36 05 36. مراد نمشيو ناخذوا اولى الاتصالات ديالنا. صباح وي سي طالبي من مدينه اكادير. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا سيدي. مرحبا. انت بغيتي تتكلم معنا على الاسعار ديال الادويه ياك؟ ايه على حسب الاسعار ديال الادويه كان الموضوع ممكن ننتقلوا حتى فيما يتعلق بالموضوع ديال الطلبه الطب. شنو التجربه ديالك ولا رايك في هذا الموضوع ديال اسعار الادويه في المغرب؟ الاشكال اللي كاين مطروح في اسعار الادويه هو ان فيما يتعلق بدابا الادويه الادويه اللي كتعلق بالامراض المستعصيه مثلا السرطان الكونسير السيده كذا، هنا المغرب خصو يدخل في نقاش مع منظمة الصحة العالمية، لأن كاين دول أخرى بحال الهند وبحال كذا راه خداو نقاش في هذا المستوى، لأنه ما يمكنلكش أنت بعض الأدوية تاخذ براءة اختراع 20 سنة في مقابل أن عندك واحد العدد ديال البشر تيموت لك بهذا سميتو، وأنت تروح حنا نعطيو ذاك الدو باش ناخذوا اسمه. هذا النقاش كان مطروح في دول أخرى واستطاعوا أنهم ينتازوا من منظمة الصحة العالمية براءة اختراع ديال كذا الأدوية الجانبية يعني المقابلة في التركيبة ديال هذه المسألة هذه. فوالا. وفي الهند استطاعوا انهم ادويه اللي كانت عندنا واحد الوقيته غاليه استطاعوا انهم يصدروا بحال مثلا ادويه متعدده ديال الكونسير كذا اللي كتجي من تما بادويه مناسبه. حتى في التعويضات في السله ديال سميتو دابا اللي كيستنز في الكنوبس وكذا هو التعويض، هو التعويض على الادويه الغاليه. في مقابل انه هاد عندنا قوانين كتضبط او كتاثر هاد العلاقه ديال صناعه الادويه في المغرب تعود الى 1930 36 42 كذا، يجب تحيل المنظومه القانونيه المتعلقه بصناعه الادويه بالمغرب. ما يمكنش يوقع احتكار عند الشركات او ثلاثه، في ظل انه الان حنا كنعرفوا واحد المجموعه الحروب القادمه هي حروب ديال الاوبئه. في كوفيد شكون اللي هز التكلفه الكبيره؟ الدوله تحملاتها بشكل كبير، تحملاتها لدرجه انه اصبحنا امام خطر يهدد الامن ديال الدوله ماشي فقط سميتو. اصبحنا واش هذا فيروس واش هذا كذا، واخا المجهودات اللي دارت لا عاد مثلا الحكومه الحاليه مع خالد اي طالب ولا قبلوا مع الحسين الوردي فاش خرجوا بزاف ديال الادويه اللي تنقصوا الاسعار ديالهم في المغرب، هذا بعد نقاش طويل مع العلم انه هذا الشيء طرح لانه شنو كان هاد الادويه اللي كان هذا الشيء احنا من قبل ما كناش نعرفوه. الراي العام المحلي او الوطني ما كانش عندنا درايه بصناعه الادويه وكذا، تطور النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعلام وكذا القى الاضواء على هذه المساله، ولا واحد النقاش مطروح كيفرض نفسه، لان ما بقيناش امام واحد الجزء، ما بقيناش امام واحد الصوره غير مكشوفه، اصبحت مكشوفه، وبالتالي مفروض على صانع القرار السياسي بالبلاد انه ياخذ خطوه، تخدات هذيك الخطوه كاين غير كافيه. صحيح انه مزيان ما تمنوش، ما بغيناش نقولوا علاش نقولوا عاوتاني نشوف غير مزيان، دارت اشياء مزيانه. وكيف في مقابل يجب بذل المجهود الكثير، لان امامك تحديات كثيره، راه الصحه ماشي سهله. ما يمكنش تبني اي مجتمع بدون صحه وتعليم. غدا الا بغيتي تراه انت كدوله اقليميه او كدوله كذا، الا ما عنديش هذه المسائل راه تعود في التهديد ديالك. كل مهدد في هذا الجانب هذا كذا، وبالتالي ما يمكنش تصنع انت دوله بهذا الشكل هذا كفى الاشياء. هذه نقطة مهمة ديال السيادة الدوائية وديال التوفر ديال الأدوية، وغير فقط بالسياسة ديال تشجيع الأدوية الجنيسة هذوك الميديكامون جينيريك ممكن تنقص الأسعار ولا الثمن ديال الأدوية
من انه مثلا بمئات الدراهم يولي بعشرات الدراهم او من الاف الدراهم يولي بمئات الدراهم. وهذه التجربه عشناها وشفناها، وكاينين ادويه اللي تنقصوا بنص الثمن وكاينين اللي باكثر من نصف الثمن لانه كاين الجينيريك ديالهم في الاسواق. كاينين ادويه اخرى اللي ممكن حتى الدواء الاصلي ممكن فيه فرصه وهامش للتخفيض. مرحبا بكم، رقمنا هو 05 22 36 05 36. حميد من مدينة السعيدية، صباح الخير. صباح الخير عليكم، كي دايرين لاباس؟ مرحبا سي حميد، مرحبا. تحية لكل الموظفين ديال شهادة افهام اذا الناجحة بكل صراحة بدون مجاملة. مرحبا مرحبا سي حميد، تفضل. شكرا لكم. غير كتكلموا على الادوية، اليوم انا بغيت نتكلم على الادوية ديال الامراض المزمنة. اذا كان ممكن، دابا الدواء غالي بزاف، بحال دابا ديك الانسولين، انا ديابيتيك، انا ديال ديابيت مرض وراثي من الوالده الله يرحمها، اخوتي ما فيهمش ولكن انا فيا، وارتفاع الضغط ديال البونسيون. نعم. دونك حنايا حنا مثلا في السبيطار الحومه ماشي الانسولين كاينه، ما عمرو خطات صراحه، ولكن الادويه الاخرى تسمعوني يا سيدي. نعم. الادويه الاخرى بحال ديال البونسيون وديال الكنينه هذيك ديال السكر، هذيك بعد المرض 3 شهور 4 ما تجيش، يعني المواطن صعيب عليه باش صراحة، يعني الإنسان كيتقاتل باش كيضرب الحساب، والله العظيم الإنسان كيضرب الحساب للدواء أكثر ما كيضرب الكرشو، قسما بالله. صعيب بزاف، هي كيما قلت لكم الأنسولين تبقى معك، كتدي ديك الوحدة ولا الشهر ولا كاين، ما عمرو خطات الأنسولين صراحة، ولكن إذا شي الدواء ديال السكر بعد المرض شهرين 3 شهور ما يجيش، وماشي غير أنا يعني ما كاينش وغالي، وماشي غير أنا بزاف ديال المواطنين في السعيدية، لأن الناس ديال السعيدية الفقراء، ولكن مع الأسف ما شحال التكلفة ديال الدواء تقريبا في الشهر؟ شحال التكلفة عندكم في الشهر تقريبا؟ شوف أنا إلا ما لقيت مثلا الأنسولين في السبيطار، أنا كنقول زعما دابا كاينة، إلا ما كانش عندي واحد 600 درهم في الشهر. إلا ما عطاوهاش لك في لوبيتال؟ إلا لا يعطيو صراحة، لا إلا ما كانش زعما، إلا ما عطاوكش بمعنى إلا ما عندهمش. وكتاخذها ولا مجانا ولا كتخلص هذاك الثمن ديال المستشفى؟ لا شوف غير باش نهضرو، السبيطار الكبير يعني كما قلت لك 100 درهم غير الكونسلتاسيون، ولكن السبيطار ديال الصغير ديال الحومه، سبيطار المركز الصحي عندنا واحد، هذاك الخدمات كلها بالمجان، حتى الطبيب الله يعمر هذا الطبيب الله يعمر. والدواء لا الدواء واش كتاخذوا بالثمن ديال المستشفى ولا فابور؟ لا الدواء كيعطيو لك باطل، انا كتفتح كارنيه كيعطيو لك الدواء، وهو غير شنو هي الانسولين غالي، بحال دابا الانسولين الا كانت ديال 300 درهم ولا 250 درهم صعيب على واحد باش يشريها، دابا الحمد لله كاينه، انا كنقول لك هذه 4 سنين ولا 5 كاينه، ملي كانت الوالده الله يرحمها مريضه كاينه. دابا المشكل اللي كاين، نتمنى يكونوا يسمعوني صناع القرار في الرباط، المسؤولين الكبار، هذه ديال السكر وديال الطونسيون ما كايناش اخويا، ولا تسعيد ضعفاء وما نقدرش نشريوها، هذا هو المشكل. واضح، شكرا تبارك الله عليك. هو النقاش ديال عدم توفر الادويه حتى هو بوحده مشكل ينضاف للمشاكل ديال الثمن ديال السعر، خصوصا واحد الوقت اللي ما كانش دابا على الاقل كندوي على التغطيه وعلى تعميم التغطيه الصحيه بسينيسيس، ودابا الدمج حتى ديال كنوبس وسينيسيس، هذا نقاش واحد اخر، ولكن على الاقل انه من المفترض كل شيء عنده التغطيه الصحيه، ولكن هذيك التغطيه الصحيه الى الدواء كلفته الشهريه اكثر من 1000 درهم مثلا، وهادشي الا افترضنا ان هذيك 1000 درهم تشملها كلها التغطية كثمن مرجعي ديالها ب 70% اللي كتعوض ديال الدواء، على الأقل أضعف الإيمان يجب أن يتحمل هذا الفقير والمعوز واحد الكلفة ديال 300 درهم على الأقل، في أحيان أخرى كتكون أكثر. هادشي علاش قد ما هبطنا الأسعار والثمن ديال الدواء قد ما كان في مصلحة المواطن حين، لأنه التغطية الصحية ما غاداش تنفع كثير لو بالأصل المواطن ما عندوش القدرة لا يشري الدواء النهار الأول ولا يتسنى التعويض، لأنه كنتكلموا دابا على الدواء اللي ممكن خديناها ثمن تقديري وتقريب ديال 1000 درهم، ولكن اللي ما عندوش هذيك 1000 درهم يخلصها للصيدلية ويتسنى التعويض ديالو على جوج سيمانات ولا ثلاثة ولا أربعة ديال الأسابيع، فهذا في حد ذاته غادي يكون تحدي بالنسبة للمواطنين. رقمنا هو 05 22 36 05 36. مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا على شهادة FM، بعد فاصل قصير نواصل معكم النقاش حول أسعار الأدوية في المغرب وأيضا رأيكم في أزمة كلية الطب والصيدلة. نمشيو عند توفيق من الدار البيضاء، صباح الخير. صباح النور خويا. أهلا مرحبا بك. الله يحفظك بارك الله فيك خويا، بغيت نشارك معكم في البرنامج. مرحبا سي توفيق، شنو رايك؟
خويا الصراحه دابا هما راه جوج مواضيع ولكن راهم داخلين في بعضياتهم. داكشي علاش حنا جمعنا. داكشي اللي كاين لان خويا كيبدا الا بغينا حنا المغرب يكون عنده السياده ديالو ولا ديسيزيون تكون ديالو 100% كما قال السيد خصنا ضروري نصايبوا الدواء ديالنا هنايا سيغ بلاس بعدا في المغرب ديالنا او موا كما قلت هذوك اللي داز عليهم 25 اون هذا وبلوس هذا هو اللي كاين. والاصلاح الاصلاح ديال التعليم كيبدا من البريمير حتى هو وغادي طالع باش هذوك الناس اللي غيختارعوا لنا داك الدواء يكونوا بيان اوريونتي من البريمير غادي طالعين حتى يوصلوا للميديسين ويوصلوا لهادشي ديال لا فارماسوتي وهادشي هذا من جهه. اما بالنسبه للطلبه خويا الطلبه خصهم يديروا معاهم حل. علاش؟ لان ما يمكنش التغدي سيدي ليه في الحياه ديالو في لو شوا ديالو من وراء لو ديبلوم ديالو انك تقول لي لا حق غتقرا هادي باش تبقى انت في المغرب ولا هادي. دير معاهم حل اقراو كمل لهم المده ديال القرايه ديالهم اعطيهم واحد دو زون يخدموها في سيرفيس بوبليك اوبليغاتوار ديك الساعه ياخذ الوريقات ديالو ويجي على يدبر راسو ويطلع جينيراسيون اخرى وغادا. هذا هو اللي كاين خاصنا نلقاو حلول ماشي نبقاو شاد ديك شد ليا نقطع ليك الدوله كتجر هنا ولا حكا غنديروا لهم هادي ولا هذا ولا غادي نلبيو لهم الرغبات ديالهم الاساتذه هادي. احنا راه ماشي في كاع راه حنا كاملين باطو واحد هاد الناس هاد الدوله هادي راه خصهم يعرفوا اننا حنا كاملين باطو واحد. هيا دابا الحرب العالميه الثالثه غادا تنوض الشرق الاوسط راه مشقلب كاع ديال بصح راه عندنا على بعضياتنا حنا راه ما عندناش دولة أخرى اللي غادي تجي تحن عليك هي جزائر سدات الحدود كل واحد وكيديسيدي في بلاده. حنايا راه عندنا بعضياتنا راه بالشعب ديالنا بهاد الأطفال اللي طالعين دابا اللي كتشوفه عنده 8 ans 9 ans 10 ans راه هو اللي غادي يبني لنا المستقبل ديال القدام. حنا راه غنكونوا تحت التراب واحد الوقت. نعم راه حنا ما خصناش ناخذوا اللعنة ديال البلاد ديالنا تبقى تابعانا في الحياة وبعد الوفاة. ما يمكنش راه خاص بنادم يحضر عقله. راه الفلوس راه حدهم الدنيا والملذات كل شيء حدهم الدنيا ولكن باش تحط واحد الصدقه جاريه اللي غترحم عليك وترحم على التريكه ديال تريكتك راه عتبه كبيره خلاوها المغاربه القدام عتبه كبيره. خاص هاد لو ديسيدور يريح مع راسو في شي شومبر ياخذ قهوه وريح وقول انا شنو كندير. راه ما يمكنش انايا غادي نلبي الرغبات ديال واحد لاجوندا من برا جايه باغا تانفيستي عندي في المغرب ونماساكري انا المستقبل ديال الامه ديال عباد الله. حرام. لا هذا اللي كيمكلف بالتعليم البريمير ولا اللي مكلف بالتعليم العالي ولا اللي مكلف بالادويه ما يمكنش كل واحد غيجر راسه. انا باش نقول لك الصراحه اخويا راه سيدنا راه صافي راه ليله يلا راه الملك ديالنا راه مسكين راه ما يمكنش راه خاص لما كانتش التعاون من لاباس راه ما كاين حتى شي حاجه. هذا هو اللي كاين. ما يمكنش حنا غادي نبقاو خالقين معركه بيناتنا كاملين الشعب هنا وما انعدام الثقه وهذه بركه علينا. راه حنا مشى الاستقلال خلانا من خور مشى الاستعمار خلانا زعما فغيمون اندر جراوند ولكن باش تهز بلاد عاوتاني ما يمكنش كل حكومه غتجي غادي نبقاو باتشيني وحنا بحال شي رويده كدور في الخوا. بركه والله الا بركه بالله العلي العظيم. راه الشعب مسكين الله يكون ليه في العوان. عرفتي شناهي انا مشيت ديك النهار للسبيطار ديال موريس والناس مساكن ديال السرطان مساكن والله العظيم الالام اللي كيتالموه مساكن الدواء بره وحده دايره 5000 درهم. عرفتي شناهي بره 5000 درهم باش يكالمي الالام ديالو واخا يكون هذا السيد ماشي مواطن واخا يكون ما عرفتش منين جايبينهم كاع هاد الناس. هذا راه خاص السياسه تكون سياسه مأطره ديال بصح. اول حاجه تكون فيها الله سبحانه الا هو تكون اني علم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا تكون نيه صالحه خلاها الركراكي النيه دير نيتك بعدا نتايا وريح تكون شنايا هذيك النيه باش جايبها انت واش بوزيتيف ولا نيجاتيف واش انت جايبها لك يا خويا سير نعطيوك واحد لاسون دارجون سير ريح دير شي فيرما وريح الباداخ وخلي الناس الشباب يطلعوا يخدموا لك تتعينك عفل الفلوس وباغي عتم هذا سير اخويا الله يرحم لك الوالدين خلي الناس راه كاينين شباب صاحبي ما باغين حتى شي حاجه راه لي زاسوسياسيون دابا والجمعيات كاينين فيهم اوتور وشباب والله العلي العظيم الا خدام لي ماي لي بيي باش وكيهز الناس ديال ولاد الدرب وما عرفتش شنو وما عرفتش باغي يدير فابور زيرو دايره. هذا هو اللي كاين اخويا راه الناس كاملين طلعوا. الا ما كانش عندك الدواء ديالك في البلاد ما كانش عندك الصحه ما كانش عندك التعليم راه على دينيتي ديال الشعب اصاحبي خاصنا لا دينيتي الشعب خاصك تحترموا الشعب اصاحبي احترموا هاد الناس هادو راه حنايا واحد 40 غاديين واحد 45 ولا ما عرفتش 50 مليون غادي طلعنا ليها كاين اللي محصي كاين اللي ما محصيش كاع راه الناس كيعانيو
راه القفه ديال المواطن ولا كيمشي ابار الدوار كاين اللي مسكين محن من الداخل ديالو الماء مجموع ليه في الريه وكيخرج كتقول ليه واش درتي الدواء كيقول لك تاش من دواء ترى مشي انا الا جبت لهم القفه في العشيه راه هذا هو الدواء. للاسف للاسف كريم يعني الواقع داكشي اللي الواقع يعني ملي كتجلس مورا الميكرو وتهضر ماشي ملي كتشوف كنضنضن نقول لك ديما مسلم لو كان الواقع لوحه عرفتي علاش؟ ان ملي كتجي تشوف الواقع وتشوف ما نعيشوه سي توفيق شكرا لك تبارك الله عليك ملي كتشوف الواقع وكتشوف الممكن وما نحن فيه كتقول لو غيكون كان الواقع لوحه وشوف ليس تحاملا ماشي تحالم ماشي ديك عدميه ديال واه بغينا ننتقدوا لا راه ممكن والله حتى ممكن لا راه كاين كريم ديال مشاكلنا بزاف بزاف ديال مشاكلنا ان لم يكن اغلبها والاغلب الاعم ما نقولش بسيطه ولا سهله ولكن في المستطاع توفير وجود او ايجاد حلول لها ممكن نعم ماشي مسألة فلوس ماشي مسألة كفاءة عندنا كل شيء بما يكفي بما يلزم بحدودنا بإمكانياتنا ولكن كنهملوها عاتي بحالاش بحال هذاك مثلا المسؤول السياسي ولا الجماعي اللي عنده حفرة قدشنا هي في الشارع ومخليها دابا حفرة شوية ترملة وشوية ديال الزفت والكياس والحجر وغدا تسد غتكلفوا شحال 1000 درهم 2000 3000 10000 درهم ممكن كاع 20 50000 درهم باش يصلح واحد داك غير مقطع ولا هذيك الحفرة ولكن الا ما تصلحاتش غيوقعوا فيها حوادث سير غيتخسروا فيها طوموبيلات درجات ناريه غيطيحوا فيها ناس غيوقعوا كسايد لا قدر الله غيموتوا فيها ناس وممكن يتسبب لهم فعاهات مستديمه وحل راه بسيط جدا بسيط جدا لو حتى ما عندوش الفلوس غيمشي عند الاعيان والميسورين في المدينه ولا في الحي ديالو والله سيعاونوه ويديروا معاه عاون الفريق ويديروا معاه الصينيه ويصايب ولكن هو ما مهتمش بالحفره وصافي ما عندي ما ندير لها فتخيل اننا عايشين في بزاف ديال الحفره الاشكال كريم ماشي حتى هذا كاين اشكال واحد اخر ديال الخطابات اللي تيخرجوا دابا من سياسيين الى اخره اننا حنا راه بخير والشعب بخير والشباب بخير وكل يعني كل شيء زوين حنا عايشين في لافيون غوز بحال ما كتحسش بهم انهم كيخرجوا للشارع وكيمشيو للسبيطارات ويشوفوا شنو كاين ولا ممكن هو فاش ملي كيمشي للسبيطار السبيطار كيتقاد وكيتزوق وكيقول راه كلشي عايش مزيان نعطيك الجواب عطيني الجواب فليديتو اخر الكلام